لا يسمعون
يدعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا قد كتبنا في الزبور من بعد الأرض أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى يحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا فقد سرق أخ من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا إن
نتعنا عندها إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجع إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجينا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون؟ قالوا أهنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.